أدى أهالي محافظة الشرقية صلاة العيد بمساجد المحافظة وسط حالة من البهجة والسرور ابتهاجا بقدوم العيد. جاء ذلك وسط انتشار مكثف من قبل قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف لتأمين ساحات الصلاة. هذا وقد احتفلت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية بعيد الفطر المبارك مع أهالي المحافظة عن طريق توزيع الحلوى والبالونات والرسم على وجوه الأطفال لإطفاء البهجة والسرور على جموع الأطفال. موجودين عشان نهني إخواتنا ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. نرسم البهجة على وشوش الأطفال، نوزع هدايا ونوزع شوكولاتة وتوفي، نقول لهم إحنا موجودين مع بعض دايما في كل الأعياد، موجودين مع بعض عشان نعمل الاستراتيجية بتاعتنا وبناء الإنسان المصري. كل سنة وأنتم بخير وطيبين وبخير، والشعب المصري كله بخير وصحة وسعادة، وبنحيي التلفزيون المصري على ان هو مشاركته الفرحه واللحظات الحلوه ديت معانا. كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين، كل سنه والشعوب العربيه دايما بخير وصحه وامان. احب اشكر مؤسسه حياه كريمه على هذا التنظيم الجميل وهذه الفعاليات الجميله في مسجد الفتح في الزقازيق محافظه الشرقيه. انا مبسوطه بالاجواء والفرحه اللي موجوده في الميادين وفي كل الشوارع، وكل سنه واحنا بخير ومصر كلها بخير ودايما في امن وامان. مؤسسه حياه كريمه رسمت البهجه على وشوش الاطفال وزيت بلالين وبونبوني وحسينا بامن وامان في مصر. انا بهني الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، وبهني مؤسسه حياه كريمه على الدور اللي هي عملته النهارده على التنظيم الجميل، واطلعت البهجه والسرور على الاطفال والشباب والكبار